الخلل من النص لهين واصل كهرباء النص. أيوة عليه الصلاة والسلام. هاي مبادرة ومجهود شخصي حبينا نخدم فيها الطلاب قبل الأهالي، لأنه الطلاب إحنا ما ننقذ هذا الجيل من إنه يطلع جاهل ومش متعلم، فإحنا حبينا نعمل هاي المبادرة. فالأهل كتير انبسطوا من هاي المبادرة، وإحنا بس عنا فترة صباحية، فالكل بطالب إنه يعملوا قسم تاني فترة مسائية أو حتى مدرسة تانية لا يلتحقوا فيها الطلاب اللي ما قدروش يلتحقوا فيها حاليا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. القدس. سامع. القدس.